في تجربه عشان معرفه العسل، انا شفته والله بالتيك توك قلت بجربها. هذا عسل انا شاريه الغابه السوداء من احد الشركات، فبجرب العسل هذا وبجرب العسل اللي انا انتجته بيدي من خلايا النحل حقتي. يقولون اذا يطلع زي الفقاعات كذا ودخان هذا سكر. نبي نشوف الان. اي والله، شوف 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 شوف، يبربر العسل. يعني تجاري. هذا خليت النحل عندي وطلعت منه بيدي، بنجرب عليها. هذه انا مطلعه بيدي العسل، بنشوف. هذا العسل اللي من انتاجي انا، بشوف هو يطلع فقاعات منه ولا لا. نفسه فقاعات. يعني الكلام بالتيك توك غلط. انا سويت التجربه عشان اشوف الاصلي، لان العسل انا مطلعه بيدي، انا بيدي، وشريت واحد من السوق عندي استخدمه بعد. فالحاصل الفقاعات اللي يطلع بعد احراق في النار ويطلع منه فقاعات صغيره، والله اللي شريته من السوق واللي عندي كلهن يطلع منهن. ف المقاطع هذه احيانا بس زياده مشاهدات ومتابعات وجذب وكذب على الناس.